صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لست أنساه مفردا بين جمع أظهروا فيه كامن الأحقاد، يحطم الجيش رابط الجأش حتى صبغ الأرض من دماء الأعادي، وإذا بالندى عجل فلبى وهوى للسجود فوق الوهاد. عجبا للسماء لم تهو حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد، عجبا للمهاد كيف استقرت ونظام الوجود تحت العواد، عجبا للنجوم كيف استنارت لم تغب بعد نورها وقادي، ومثير الأشجان رزء الأيام يا ويلي، ومثير الأشجان رزء الأيام مذ وعت بالصهيل صوت الجواد، خرجت للقاء تعثر في الذيل وقان الدموع شبه الغوادي، فرأت سرجه خليا فنادت تلك ووالدي وذي وعمادي، فغدت
والهاء بغير شعور نحو مثوى بقية الأمجاد. فرأت في الصعيد ملقا حماها هشمت صدره خيول أعادي. نادت أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. أوما تنظر الفواطم في الأسر وستر الوجوه منها أيادي. تقل أنا ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك، لكن شبيدي ولازم ذيالي يتاماك. لو يقدر السجاد ينهض شان جيناك. خدك نوسدا وبالدمع نغسل الطبرات. تدري الوحدة تزعزع عزوم الرجاجيل، وانا وحيدة وعايلة ومجبل، وباكر ضعنا من الصبح من كربلاء. والظل عاري بالفلا واحنا ضعيفة، والله قالها بلا تجهيز لازم يتركوني. وباكر تمر بي الضعينة وتنظروني، وانتي وخواتي كان ردتو توصلوني. مجبل عليك الليل جيب الفاطمية، لكن اخبرك شايان جيتي يا حزينة. شوفي جسمي بالهنا آدم وزعينا، وبس يا الودي على تجي يمي سكينة. خايف قلبها يذوب من شوف الجراحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى بثوابها إلى روح الفقير السعيد. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القضايا والمشاكل إذا كان حلها عن طريق العقل والفكر والقلب أصبح لها نتاج، أما إذا كان حل هذه المشاكل والقضايا من خلال النفس والهوى والعاطفة وصلت إلى طريق مسدود. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل العقل أفضل خلقة في الإنسان، وجعله في أعلى منطقة لكي يفكر به الإنسان. الإمام الصادق عليه السلام يقول: بعضكم أكثر صلاة من بعض، بعضكم أكثر صوما من بعض، بعضكم أكثر حجا من بعض، بعضكم أكثر صدقة من بعض، ولكن أفضلكم أكثركم معرفة. يفكر دائما بعقله ومعرفته. لهذا الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة في القرآن اسمها بلقمان. ليش لقمان؟ لقمان كما في المروي من الأخبار عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه لم يكن نبيا ولا رسولا، لكن كيف وصل إلى هذا المقام؟ من خلال التفكر، من خلال استخدام العقل. لقمان أساساً كان عبداً وكان يرعى الغنم، وهذا مو عيب، نتيجة، لكن من خلال إيمانه وتفكره في الله ومن خلال صمته وصل إلى هذا المقام. واحد من الذين كانوا مع لقمان يوم كان يرعى الغنم سأله: يا لقمان، كيف وصلت إلى هذا المقام؟ فقال: بصدق الحديث وأداء الأمانة والصمت عما لا يعنينا. هكذا هو الإنسان، صمت عما لا يعنيني. واحد بعض الأحيان يمكن يحكي زايد، يتكلم، مو شرط أنه يفتهم، مو شرط. واحد يمكن كثير الصمت ما يبين عليه، لكن هو أعقل العقلاء وأفهم الموجود. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله قد أعطى لقمان حكمة لكثرة تفكره في الله. الله سبحانه وتعالى أعطى لقمان أسرار عالم الكون والمعارف الإلهية الحقة، مو مجان، هناك عمل. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول لهشام بن الحكم: يا هشام، إن الله قد أعطى لقمان العقل والفهم. مو معنى أنه مقابل مجنون، يعني دائما يفكر بعقله، يتفهم الأمور، ما يستعجل، ما يحكم على القضايا هكذا، لا، شو يأخذ وقته راحته، يفكر، بعد ذلك يعطي قرار من خلال عقله، مو من خلال الهوى أو العاطفة أو القربة، لا، عقل شي يقول.
هذا حق حق حتى لو كان على نفسه ولو على حساب أهله حق خلاص. لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان شو يقول لابنه؟ يقول له يا بني إن الدنيا بحر عميق. شايف البحر؟ واحد يدخل بحر ومو غواص ما عنده خبرة بالسباحة يروح مكان غزير شو يصير بيه؟ خلاص انتهي. إن الدنيا بحر عميق هلك فيه عالم كثير فاجعل سفينتك فيه الإيمان بالله وشراعها التوكل على الله وزادك التقوى الله. يوم كان عبد مولى لقمان قال له سيده قالوا سيده يا لقمان خذ هذه الشاة واذبحها روح اذبحها واتني بأطيب مضغتين فيها أطيب مضغتين. راح لقمان ذبح الشاة فجاء بالقلب واللسان. مرة ثانية قال له اذبح هاي الشاة واتني بأخبث مضغتين فيها فجاء باللسان والقلب. قال له عجيب عجيب يوم طلبت من عندك أطيب مضغتين جئتني باللسان والقلب ويوم طلبت من عندك أخبث مضغتين جئتني باللسان والقلب ليش؟ فقال إن اللسان والقلب إذا طهرا طهر كل شيء وإذا خبث خبث كل شيء. واضح بعد إذا واحد لسانه كلام طيب كلمة طيبة كلام حسن خوش وبكلمة ناحية سامعها لكن في المقابل والعياذ بالله لما يكون اللسان خبيث رب كلمة خرجت فبلغت مشارق الأرض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام وانتهك بها العرض الحرام وانتهب بها المال الحرام. كلمة واحدة قاعد بمجلس يحكي وما يدري عن نفسه على فلان وعلان وكذا وفتنة وغيبة ونميمة وإذا هاي الكلمة شلون يكون لها أثر في المجتمع؟ سلبي. أو لا قلب مريض عند أمراض قلبية عند حسد عند غيرة عند حقد مشكل هذا ما ينتفع لا بصلاة ولا بصوم ولا بحج ولا بعبادة ما ينتفع قلبه أسود مشكل. فهذا لقمان يؤدب ابنه يا بني إن الدنيا عالم أو بحر عميق هلك فيه عالم كثير فاجعل سفينتك فيه الإيمان بالله وشراعها التوكل على الله وزادك تقوى الله. هكذا الإنسان يرتقي. ما كان نبي وما كان رسول ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة يعني وضع الشيء في محل. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. وفي الأخبار من أخلص لله 40 صباحا أجرى الله الحكمة على لسانه وأثبتها في قلبه. إخلاص لسان الحكيم ما وصل وما صار حكيم إلا عبر شنو؟ خلال إخلاص. ما كان يعمل إلا لله مو لفلان ولا علان ولا مال ولا سلطة ولا وجاهة ولا سمعة أبدا لله.
لله سبحانه وتعالى. آية الله العظمى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، المرجعية العليا هو صاحبها زمان. ذولا مو مرتقوا فقط من خلال العلم، من خلال إخلاصهم، من خلال أخلاقهم، من خلال ثباتهم، من خلال صبرهم، من خلال وقوفهم مع المحرومين والمظلومين والفقراء والأيتام. دول أصحاب مبادئ. يوم الأيام إجاه واحد، دخل عليه واحد عنده حق شرعي، أعطى الشيخ الأنصاري الحق الشرعي وراح. وإذا بواحد جاي يطالب الشيخ الأنصاري بدين له، الشيخ الأنصاري مدين لذلك الإنسان، الشيخ الأنصاري قال له إن شاء الله بعد أيام، بعد يومين ثلاثة أعطيك الأموال، أعطيك الأموال. أحد العلماء كان جالس قال له شيخنا هي أموال عندك موجودة، حق شرعي، أنت ليك الثلث منه، ليش ما تأدي الحق اللي عليك، الدين اللي عليك من خلال هذا المال؟ قال له لا، هذه أموال الفقراء والأيتام والمساكين، هذه مو أموالي، مو أموالي هذه. هكذا ارتقى العلماء. ولقد آتينا لقمان الحكمة، الله لحكمة جعل لقمان حكيم، وفلان يسعى وفلان يروح وفلان كذا ما يوصل. ليش؟ أنه هناك فقط أشخاص معينون، أفراد اختارهم الله سبحانه وتعالى. يعني الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه كتاب مفاتيح الجنان له كتب ما شاء الله، ما شاء الله موجود، لكن كتابان صار لهم الصدارة. ليش؟ مو معنى أنه ما كان مخلصا في البقية، لا، مفاتيح الجنان لما كتبه زين وأراد يطبعه وداه المطبعة أخذ بسرعة من المطبعة نفس الوقت، وبعد سنة أرجعه للمطبعة طبعته. سألوا ليش؟ قال حتى أطبق ما فيه. لما كتب منازل الآخرة أيضا ما خلى على الاسم، ما قال كتاب فلان بن فلان، ما خلى عليه. أبوه رحمة الله عليهما الوالد والولد كان مار، فسمع أحد الخطباء ويقرأ من هذا الكتاب منازل الآخرة، يقرأ منه، إجوا استعار منه ودخل البيت وقد ينادي، ينادي الشيخ عباس، بعد ما يقول للشيخ يقول لعباس ولد بعد، عباس ليش ما تكتب مثل هالكتاب منازل الآخرة؟ هو يعرف كتابه، هم ما قال لهذا كتابي، سكت. ارتقوها الحكمة، حكمة الله، حكمة الله أن يبقى فلان فقير، أن يبقى فلان غني، أن واحد عنده أولاد، أن واحد كذا، أن كل حكمة. الإنسان يسلم، المؤمن يسلم تسليما، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خلاص كل ما يجري عليه أقبل به. التقى ملكان في الهواء كما في البحار، اثنين من الملائكة التقوا في الهواء، وطبعا الملك ما ينزل إلا لمهمة، يعني عنده مهمة ويطلع مرة ثانية. فقال أحدهما الآخر إني رأيت عجبا. قال ما الذي رأيت؟ قال رأيت أحد الملوك، ملك غير مسلم ما يعبد الله، ابتلاه الله بمرض عضال، مرض وعلاجه ما موجود أساسا، ما موجود.
علاجه موجود في سمكة في البحر السابع، وهذه بعد مو أوان السمكة، بس ملك بعد ملك. قال لازم تجيبون السمكة. بعد مدة جابوا السمكة، استخرجوا منها شيء دكتور الحاذق، وعالج به هذا الملك الحاكم وشفي من مرضه. قال الملك الثاني: وأنا رأيت ما هو أعجب. شفت أحد المؤمنين الله ابتلاه بأمراض، شقد متأذي يدعو ليل نهار، لكن لم يستجب رب العالمين دعائه. فلما صعد الملكان السماء خاطب الله سبحانه وتعالى: يا رب ما الحكمة في ذلك؟ ليش أنه هذا حاكم ولكن هذا الحاكم غير مسلم، يعبد إلها آخر، وعلاج ماله ما موجود، وبعدين حصل عليه وعولج وكذا، وذاك المؤمن مسكين أمراضه وكذا، ليش؟ قال لأن هذا الحاكم عنده أعمال خيرية، فأردنا أن نكافئه في دار الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. بعد خلاص هذا الكافر في الآخرة ما له أبدا شيء، كل ما يصنعه من جميل يأخذه في دار الدنيا، وذاك المؤمن لأن عليه ذنوب فأردنا أن نمحص ذنوبه، طلع من الدنيا بعد خلاص ما على شيء. هكذا العطاء حكمة. الآن نقول إحنا يوم جمعة متوقع فيه ظهور الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن ليش أنه ما يطلع بعد؟ حكمة إلهية. اختبار المؤمنين، صبر المؤمنين، شقد تعلق المؤمنين بالإمام سلام الله عليه. هكذا ننتظر تلك الدولة المهدوية، متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمي الذمار، في فتية لها التقى شيمة ويا لثارات الحسين الشعار تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهرا جهار، بشراك يا شيع بظهور الفرج لين يصلح أرض مكة وجه أرض المدينة، ولما يجي أرض المدينة يزور جدة ويزور أم فاطمة والخبر عنده، يشوف القبر مخفي وهنا يزيد وجده، ويتذكر المسمار في صدر الحزينة، والله يذكر مصايبها ومن الدمع مسجوم، ويمضي البقيع يزور أبو محمد المسموم، ويصيح صيحة من يشوف القبور مهدوم، قبور أربع انهدمت عاينها بعينه، يلي تزورون النبي بأرض المدينة
عن قبر بنت المصطفى بالله خبرونا ليش القبر مخفي ومنا تحرمون يا الله وين قبر الزهرة ها يقولون ماتت والسبب نبتة المسمار سمعنا دفنها بليل حيدر حامي الجار وعفى قبرها لا ينبشونا الفجار هي الزهرة الزهرة التي لطمت على عينها وأسقط جنينها وعصرت بين الباب والجدار لسان حال الزهرة ها يقول بانت أناملها ورفع صوته وضربها والله بانت أناملها ورفع صوته وضربها وقالها يا فاطم حجرتك لازم نطبها وحط قوته بالباب يا شيعة وعصرها والمصطفى وفاطمة تنادي يا رسول الله تكوني وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار ولجل الستر حالت ما بينه وبين الجدار ونادى على أصحابه وهجم بيهم على الدار يا ويلي يا ويلي لسان حال زينب هات وخاطب أباها أمير المؤمنين شو تقول له صاحت يا عديل الروح شيل الباب عن هالدار شلون أتهنى بالدنيا وعيني تنظر المسمار والله هذا الجرح صدر أمي هذا الجرح صدر أمي ودم الصدر يا كرار بهذا الباب عصروها أسقطت يا علي الجنين تقل لي يا بويا شوف هالمسمار بعد مخضب بدمها يا ابويا شوف هالمسمار بعد مخضب بدمها انا بعاني خلف الباب شفت الرجس يلطمها يا ابويا شوف هالمسمار بعد مخضب دمها أنا بعيني خلف الباب شفت الرجس يلطمها وتاليها رجع بالصوت على المتون ألمها شلون أتهنى بالدنيا وراحت أم حسن وحسين والله ما جاوب الكرار بس تجري دموعه فتحة والباب ومن وراء الباب الوديعة والعدو بالباب اتجاه وهجمت جموعه حسوا عصرها وغدت من خلف التلوه خرت وخر المحسن وصاحت يا فضة بالعجل دركيني ترى ما اقدر النهضة انكسرت ترى ضلوعي وجسم المرض ما
مضاه وما بقت لي من ضربة المسمار قوة. خذيني يا فضة وحيدر الكرار شوفي، خبري عن حالي وعن ضمن طحت بي. صاحت يا بنت المصطفى حيدر، ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل عزاءنا، شاف مرضانا، فك أسراءنا، ارجع مسافرينا إلى أوطانهم سالمين غانمين، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله، سرج الظلمة. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون. تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، من اجتمعنا لأجله، الفقير السعير جاء في الأرض عن جنبيه، أصعد بروحه إليك، لقه منك نظرة وسرورا، احشره مع محمد وآله، وعندك نحتسبه يا رب العالمين، واخلف على عقبه في الغابرين إلى روحه وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان والشهداء الأبرار. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.